الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 23 من مسابقة قدوتي. قدوتنا اليوم صحابية جليلة كانت خادمة لأبي حذيفة بن المغيرة، ثم أسلمت بمكة قديما هي وزوجها وابنها، فهي 77 من السابقين للإسلام. لقيت رضي الله عنها أصنافا من العذاب لترجع على دينها، فصبرت ولم ترجع. نعم، لما علم المشركون بإسلامها هي وزوجها وابنها، صاروا يصبون عليهم كل أصناف العذاب ليرجعوا عن الإسلام. فكان إذا أتى وقت الظهيرة يخرجونهم للصحراء وتحت أشعة الشمس المحرقة والرمال الحارة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسيا وقلبه يعتصر ألما على ما نزل بهم، فيقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وقد تولى عدو الله أبو جهل عذاب قدوتنا، ولكنه ما وجد منها إلا الصبر والثبات. ولك أن تتخيل هذا التحدي والثبات الأسطوري، امرأة تتحدى كبار المشركي قريش، وما هي إلا امرأة ضعيفة كبيرة في السن. ولما لم يجد أبو جهل منها نفعا، فقام وطعنها في قلبها حتى ماتت، وكان ذلك قبل الهجرة، ولذا فهي أول شهيدة في الإسلام. ماتت قدوتنا ولم تتنازل لأبي جهل شيئا، حتى قال عنها جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يقتلوها فتأبى إلا الإسلام. ولما مات عدو الله أبو جهل في غزوة بدر الكبرى، يرى النبي ابنها ويقول له: قتل الله قاتل أمك. رضي الله عن قدوتنا وأرضاها، فمن هي قدوتنا اليوم؟